السلام عليكم. شيخ، قرأت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقاب التمائم، إذا كان المؤلف من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص، ويجعل من المنهي منه ابن مسعود رضي الله عنه، وعن إبراهيم قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ولكن هذا قول إبراهيم وقول ابن مسعود رضي الله عنه فهو بسند ضعيف أو صحيح. سؤالي في أي كتاب وجد هذه الأقوال الصرف الذين لم يرخص؟ والثاني، وما حكمهما وما حكمها عندهم؟ هو شرك بدعة أو مكروه؟ كما في مسند أبي الجعد عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الشيء ولا يحرمون. والثالث، وما علة النهي؟ هل إنهم يدخلون به الخلاء أو علة آخر؟ كما قال ابن مسعود وإبراهيم في مسند ابن أبي شيبة. جزاك الله. التمائم هي ما يعلق على الإنسان المريض ليشفى من المرض، أو يعلق على الإنسان الصحيح ليتقى به العين. معلوم؟ نعم، هو مريض. إن مريض يعلقها لأجل أن يشفى ويزول المرض، أو صحيح ما في مرض لكن يعلقها لئلا تصيبه العين الحسد. هذه التمائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكتب فيها شرك وطلاسم، هذه حرام بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فكيف بالتمائم؟ التمائم أشد. الثاني، الحالة الثانية، أن لا ندري ما المكتوب فيها، أن لا ندري ما المكتوب، فهذه أيضا حرام، وذلك لأنه قد يكتب فيها شيء من الشرك من دعاء الجن أو الشياطين أو غير ذلك فتكون حرام. الحالة الثالثة، أن نعلم أن المكتوب فيها من القرآن أو من الأدعية النبوية، فهذه فيها خلاف بين السلف والخلف، فمنهم من أجازها مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيقول ما هو الشفاء مطلق لم يبين، فكل شيء من القرآن يستشفي به الإنسان ويشفى فهو حق، وأجاز ذلك. ومنهم من منع هذا وقال إنها مكروهة، كراهة تحريم أو كراهة تنزيل، لعموم النهي عن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك فتكون ممنوعة. فمنهم من قال إنها كراهة تنزيل، ومنهم من قال إنها كراهة تحريم. ولا شك أننا إذا جعلناها قسما من الشرك فإنها تكون محرمة، لأن الشرك محرم صغيره وكبيره. ووجه ذلك أن الإنسان إذا علقها تعلق قلبه بها، تعلق قلبه بها ونسي القراءة المشروعة والتعوذات المشروعة، بل وربما يتعلق قلبه بها تعلقا تاما ينسى بها الخالق. ولهذا ورد، ولهذا جاء النهي عنه. اما الكراهة في قول النخعي كانوا يكرهون، فالكراهة في العرف السابق في سلف هذه الأمة للتحريم، إلا إذا صرحوا بأنها كراهة تنزيل. أما الكراهة عند المتأخرين بعد أن كتبوا في أصول الفقه وألفوا وفرعوا وأكثروا، فإن الكراهة عندهم للتنزيل وليست للتحريم. والذي أرى في التمائم المكتوبة من القرآن أن تجنبها أولى، ولكنها ليست حراما،
نعم. ولكن أريد الأقوال، أقوال الخلق الذين لم يرخص، أين وجد في يعني في أي كتاب الذين لم يرخصوا بذلك؟ نعم. هذا أثر ابن مسعود، ولكن هو في إسناد ضعيف. لا، هو إسناده ضعيف لكنه متنه قوي من حيث عموم إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتولى في الشرك. يعني فقط أصل ظاهر، الأصل يعني المتن هذا يقوى بالأحاديث، بالأحاديث. ويجب أن تعلم أنه قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا، وقد يكون المتن قويا والسند صحيحا. ومن ثم اشترط العلماء، علماء مصطلح الحديث، أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا. فإن كان معللا بعلة قادحة أو شاذا فإنه مردود ولو كان سنده صحيحا. واعتبروا الشواهد، اعتبروا الشواهد فيما إذا كان السند ضعيفا أو المتن، وأنه إذا جاءت شواهد تؤيد هذا الشيء فإنه يكون صحيحا ولو كان سنده ضعيفا. ولكن لما قال إن بعضهم لم يرخص، أين البعض؟ البعض ابن مسعود أو غيره. والذي نقل هذا بعضهم لم يرخص هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ثقة، ثقة. وعلينا نحن الآن إذا قال بعضهم علينا أن نبحث وأن ننظر في كتب الآثار كالمصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة وغيرهم. قرأت المصنف ابن أبي شيبة ما وجدت إلا قول ابن مسعود رضي الله عنه فقط، وفي تعليله يعني سيد بن جبير وسيد بن المسيب وطاعتهم كلهم. لكن هناك مصنفات أخرى غير مصنف ابن أبي شيبة، الشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب ثقة. إينا. أسؤال أخرى، جاء في الحديث تفرق أمتي 73 ملة كلهم في النار، فرقة يعني كلهم في النار، أنهم دائما في النار أو إنهم من فرق الضلالة من المسلمين؟ قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعني أنها كلها مخلدة في النار، بل تبتدع بدعة توجب التخليد في النار، أو بدعة توجب يعني يستحق بها العبد أن يكون أن يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، فيكون حسب البدعة، تكون حاله حسب البدعة التي ارتكبها وخالف فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الراهب في الجنة يعني لا يدخل في فرقة، يعني فرقة النار رجل من النار في النار، واحد في الجنة يعني، فقال كلهم في النار إلا ملة واحدة. نعم. يعني لا يدخل رجل من فرقة النار في النار. لا، قد يدخل لكنه لا يخلد في النار. لا يخلد، وكلهم لا يخلد، كيف يعني نقم هذا النبي؟ طيب، نقول مثلا الناس أربعة أقسام: مبتدع خالص ليس عنده سنة إطلاقا، هذا مخلد في النار ولا إشكال فيه. مبتدع مختلط هذا يستحق أن يدخل النار لكنه لا يخلد فيه. الثالث سني خالص، فهذا يدخل الجنة ولا يستحق دخول النار. والرابع سني مختلط، وآخرون اعترفوا بذنوب وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يستحق في النار ولكنه لا يخلد.